يا رب عيالكم تبقى كلها سعيده وفرحه. عظيم اكبر واحد سنا من العاملين في الشركه المصنع. اكبر واحد سنا. حضرتك اكبر واحد سنا؟ حاج عبد العال. فين حاج عبد العال؟ تعالى يا حاج عبد العال. سابوه سنه كبيره قوي. اجمل كلمه بقولها للناس الحلوه اللي موجوده دي كلها، احنا تشرفنا النهارده بوجودنا في القاعه دي والراجل الطيب ده الاستاذ جمعه امام. وطبعا الكابتن اسلام الفاضل والكابتن لواء والكابتن طارق علام، او انه كابتن ضابط قبل ما يكون اعلامي. ياخد الجايزه ونسمع اغنيه حلوه كده او قصه كده اي حاجه بس تفرق معانا كده. اسمع مسافه كبيره قوي. طب الجنس مين بقى؟ احنا اخترنا يعني راجل ست راجل وبعدين اختار ست. مكسوف؟ قول له جاهز الاغنيه وبعد كده نتكلم. خلص كلامنا كده يعني. مشغل وش الخير فبيجيب وش الخير. انت وش الخير. فبيجيب اغنيه وش الخير سمعها سمعها. طب عاوزين واحده ست كده تبقى معانا ست وبعد كده تعالى تعالى. مكسوف يا حاجه.
عارفه مين منكم؟
تكسب معانا النهارده مبروك. زيكا كل ساعة كده يا ابني مبروك. أحلى ساعة ساعة جامدة أوي. دلوقتي هل في هنا عريس؟ حد لسه متجوز؟ هلا بيه؟ مظبوط؟ تعالى عريس. مظبوط؟ ايه العروسه فين؟ طب على بعيد ليه؟ انت بتفهم على بعيد بعد سنه تعمل ايه؟ تعالى بره الفندق؟ ابو العروسه تعالى كمان. اه انا زرعت كده في الفور كمان. بس كده بعد اسبوع يا جماعه اتراك العريس كل ساعه بقول لك ايه اسبوع طيب ايه يا بوتشيلين بعد شهر اهو بيديله حاجه ولا حاجه مش عاجباني فيه بصراحه. ايه الطول كده؟ عصبي؟ يا نهارك اسود. اسبوع وبنت انك عصبي. 14 ساعه تعمل ايه 20 سنه؟ 30 سنه زينك. لا مش مهندس مش طول يا انا. على فكره بنزود الشغل عشان نبقى مهدود. عشان ما يبقاش عصبي. اه ما هو يرجع بص جميل البلد يا محترم. اشتغلنا لها كده. تحب تعملها ايه دلوقتي؟ عشان تبان انك شاب المنصب في رمضان. ايه تقول لي ايه عتبك وصل كده؟ طويل شعرك زيه ايه ده؟ غني له اغنيه. مكسوفه؟ ليش بقى؟ مكسوفه مكسوفه. غني له اغنيه. ده الساعة كام على باب السينما؟ بس هي والله شكلها طيب والله قريب بنتي كده يعني والكلمة حلوة من الحياة صراحة واللي مش عارفك بعد اوعى تكون حلوة هو الأسبوع اللي طول هنا ولا قعدت شوية في البيت؟ قعدت في البيت طبعا بس الطبخ بتاع الطبخ ايه؟ أنا بس أيوة كده خليك اشتغل كده عملت ملوخية؟ لا مشكور يا عملت زفر؟ عملت ايه؟ عملت فراخ وعملت حمام. حشد حمام؟ اه طبعا. ما فرصة؟ بصي على الاخر. الاسبوع هادي يا فحم. يا باشا؟ انا امبارح كنا سهرنا في المستشفى لحد الساعة 8. اجيب لك كرسي انت قلت لي ربنا يهديك يعني لو حصل ان في واحده قالت لي انا شفته
ماشي مع واحدة هيرضي هيتجوز هتعملي بسرعة. واحدة قالت لي لسه ما عرفتيش أول حاجة اسمك إيه؟ ندى. أنت عارفة أولاد الحلال كتير يا ندى ده مش عارف اسمك إيه؟ يا ندى الحقيقة أبو علي ده هيتجوز واحدة. شفته ماشي معاها تقولي لها إيه؟ طمنت عليك يا حسن. الراجل ده جلوكوز وبتاع. اسأله سؤال حسب الدلع بيقول له ايه؟ كتير ابو علي وحسن ايه؟ يا ابني ابو علي ده سيدنا الحسن ابن علي عقيد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا نسمع سافة كبيرة أول حسن ممكن يشغلونا مزيكا مش مش خير يخش جوه كده ولا حاجة حاجة فرحة يلا يلا على زين صوت على ربنا يحكمك على الله.